والله هو شعور حلو بنفس الوقت ممزوج بالسعادة بالتوتر والضغط الصاير علينا، وأنا كلش سعيدة إنه وصلت لهاي المرحلة من المسابقة، بس بنفس الوقت يعني بالنا مدى يرتاح من التفكير والتوتر والضغط وشلون راح نصعد على المسرح وش راح يصير يعني هاي، بس بنفس الوقت أقدر أقول لك شعور حلو مو أزعل، وإنما يجوز لأنه أنا بما إنه يعني جاية مسابقة فأكيد عندي روح المنافسة يعني جاية أنافس، فيجوز أقول لك راح أضوج شوية بس بنفس الوقت راح أفرح لأني راح تأخذ اللقب، وأتمنى من كل قلبي تكون تستاهل هذا اللقب. والله أنا متوقع عبالي الملكة وصفاتها، بس ما أحب أقول من الأسماء، إن شاء الله ورا المسابقة إذا هم نفسهم جزء أقول لك.